الحال كما نرى بؤس. لقد سمعت في هذه الخطبة عدة معان. اخرج بعد الخطبة ساكنا، ساهما، ساكتا، واجمع شمل قلبك، وانوي عملا، واسلك سبيلا إلى الجنة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اللهم يسر لنا سبيلا إلى الجنة. الشاهد أن ابن عمرو رضي الله عنه قال: والله لا والله لا أتبعن شهد له بالجنة خلفه. قال: فقلت له: لقد تلاحيت مع أبي، فعزمت أن أترك بيته 3 ليال، فإن بدا لك أن تؤويني آويتني. قال: نعم وقرة عين. قال: فبت معه 3 ليال، فلم أر منه كبير عمل. يا من عجزتم عن كل عمل كبير، هذا سبيل. فلما مضت 3، قلت: والله لأصدقنه. فسلمت عليه وقلت: والله ما كان مني ما ذكرت لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر عنك بالجنة على أيام 3 متواليات، فما الذي بلغ بك ذلك؟ قال: والله لا شيء إلا ما رأيت. فلما انصرفت ردني ثم قال: والله ما لي كبير عمل غير أني أبيت كل ليلة وليس في صدري غل ولا حقد ولا ضغينة ولا شحناء لأحد من المسلمين. قال عبد الله: بهذا بلغت، وهي التي أعجزتنا. عمل سهل يسير بسيط غير مكلف ولا شاق، فقط أن يكون صدرك سليما للمسلمين. والوقفة يعني إيه؟ يعني إيه يكون صدري سليم للمسلمين؟ ما معناها؟ معناها ببساطة ألا تحسد أحد، ولا تحقد على أحد، ولا تكره أحدا من المسلمين، ولا تعادي أحدا. سبحان الله، أنا لا أكره أحدا. كذبت. أنا لا أحقد على أحد. كذبت. أخي، حبيبي في الله، أصدق الله يصدقك. لقد طالبتك من البداية بلحظة صدق مع الله. فتش في صدرك، هل تفعل كل ليلة أن تأتي قبيل النوم وتجلس تنظر في صدرك؟ عمرك عملتها؟
انت عمرك عملتها في حياتك؟ مرة واحدة في حياتك جلست قبل أن تنام ثم نظرت إلى صدرك وتفحصت، أنا بكره مين؟ أنا متضايق من مين؟ هل جلست تسأل هذا السؤال؟ ما مر بك هذا الموقف قط؟ فبما تنفي؟ لما تقول أنا لا أكره، أنا لا أحقد، أنا لا أحسد؟ قد يبدو هذا منك وأنت لا تدري. سبحان الله العظيم. إخوتي، في عصر كسرت فيه الأحقاد، في عصر كسر فيه الحسد والحقد، وامتلأت القلوب بالبغضاء، أن ينظر إلى فلان أو فلان أو فلان ويحسده على ما آتاه الله من فضله. إخوتي، إذا كان ربنا جل جلاله نهى أن تتمنى ما أعطي أخوك، فكيف تكره ما أعطي أخوك؟ قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. بدلا من أن تنظر